طيب اسمح لي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بمناسبة الأسبوع العربي للسلامة المرورية، هذا أسبوع تقوم به المنظمة تاع الدول العربية تديروا السلامة المرورية للحفاظ على السيولة المرورية وكذلك سلامة الراجلين ولا سواق المركبات. أرثى أين كذلك تحت إشراف ولا تحت تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني والإدارات المحلية الولائية رفقة الجمعية المحلية تنظيم حملات تحسيسية للتوعية والوقاية من حوادث المرور، كيفية الواحد يعني فينا ذاك يحمي نفسه كذلك السواق ولا المستعملين طريق الراجلين وأصحاب المركبات. بعد ما نعطيكم تعريفات الأولية، نعرفوا السرعة. السرعة هي السبب الأول، نعرفوا بالسرعة هي السبب الأول لحوادث المرور. السرعة وعدم الالتزام بقوانين المرور، قوانين سير المركبات للراجلين لأصحاب المركبات وكذلك للأولاد ولا المستعملين الطريق اللي يمشي على رجليه ولا يسوق في مركبة. إن الإفراط في السرعة مخالفة خطيرة، ارتكابها يؤدي إلى الوقوع في مخالفات أخطر منها. هذه المخالفات واش تكون؟ يا إما التجاوز الخطير، واحد إلى ثلاثة، واحد مثلا يدوب لي واحد يكون من الآخر يدوب لي. المناورة خطيرة، واحد يكون يمشي في الطريق هكذا ويدور، يكون يمشي في الطريق في اتجاه واحد ويدور ويرجع، اللي يكون موراه ولا يكون من الخلف تاعو ماشي يدور. راكم فاهميني؟ وانتم كأولاد مثلا كي تغادروا المؤسسة تاعكم ولا الملحقة هذه ولا المؤسسة، الواحد أولا يراقب الطريق اللي في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ما يغادرش الطريق ولا ما يقطعش الطريق حتى تكون الطريق خالية من المركبات، من المختلف والمركبات. كذلك ثاني يغادر ويكون في وسط الشارع عليه يلتزم يمشي على الرصيف المعمول لحركة الراجلين. كذلك في المحاور وفي الملتقيات الطرق ذات المحاور انه يلتزم بالرصيف سير الراجلين المخصص لسير الراجلين، كتعرفوا الرصيف هذاك اللي مخطط وموضوع عليه الاشارات البيضاء هذه، رصيف مخصص. كذلك عليكم باحترام اشارات المرور، انه الانسان ما يغادرش ولا الراجل ما يغادرش هذاك الا اذا كانت الاشاره خضراء، تعرفوها الحمراء لما كل تمشي معنا الحمراء، الحمراء توقف صاحب سياره في الانفو في الحاله في اللحظه اللي تكون الحمراء متوجهه لصاحب السياره باش يتوقف، الخضراء تكون في 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 الجهه المقابله تكون تسمح بالمرور تاع الراجلين تاعنا احنا كتلاميذ ولا كمواطنين. متفاهمين؟ احنا عندنا كاينه قوانين لازم يلتزم بها السير الذي يسير على رجليه وكذلك صاحب المركبه. المخالف لهذه القوانين، قوانين سير حركه المرور، يتعرض لمخالفه. والقرايه راهي مليحه. نعم. راكم مجتهدين. نعم. تراجعوا. كي تخلصوا القرايه تراجعوا في الدار تاعكم الدروس تاعكم. نعم. غطيوا والديكم. نعم. احسنتم. اليوم 8 ماي واش 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 يفكركم هذا التاريخ تاع 8 ماي؟ مبارك 8 ماي. الله يعطيك الصحة وليكم. يحيوه تشفيق قادر. هذه المظاهرات تاع 8 ماي خرج الشعب الجزائري في هذا اليوم في مظاهرات سلمية، ولكن الاستعمار الفرنسي رجعها جرائم بشعة، كان يقم بالقرى ويقتل المواطنين حتى ارتكب جريمة ضد الإنسانية راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد. كذلك هذا الأسبوع هو الأسبوع العربي للسلامة المرورية. كما تعرفوا يا أطفال، السلامة المرورية أو الأمن المروري هو من أجل المواطن لكي لا يتعرض إلى حوادث المرور، لأن الطريق أصبحت تشكل خطر دائما على الراجلين. لذلك النصائح اللي نقولوها لكم انتوما مثلا كتلاميذ، واش هي السلوكات اللي لازم تتبعوها باش تحمي انفسكم اثناء السير في الطريق؟
الانسان وين يمشي؟ بارك الله فيك. الانسان او التلميذ يجب ان يمشي على الرصيف، وكي يجي يقطع الطريق من اي جهه يقطع؟ ينظر يمينا ثم شمالا، ثم هناك ممر يسمى ممر الراجلين، بارك الله فيك. إذن لا يمر خارج هذا الممر، إنما يستعمل ممر الراجلين ويمر ويعبر الطريق. كذلك هناك أضواء المرور، أضواء المرور هي للسيارات وللراجلين. إذا كانت الإشارة الحمراء يحافظ على سلامته أثناء عبور على الطريق. على الطريق كيف يحافظ؟ مثلا أولا بالنظر يمينا عند استعداده ولا محاولته لقطع الطريق، عليه بالنظر إلى اليمين ولا اليسار من الجهة اليمنى والجهة اليسرى. إذا حط الطريق ما يقدرش المولى ما يقطعش الطريق حتى تكون الطريق خالية من المركبات. زيد شكون؟ شكون اللي يزيدهم؟ تفضل. أصلا فهمت من سيدي أن ننظر من اليمين واليسار عندما نكون سنعبر بالطريق لكي لا يحدث أي حادث مرور، ونحترم إشارة المرور. أحسن إليك. شكون من الأولاد؟ من الأولاد؟ تفضل. خبرنا الذي في حالة أنه الأماكن اللي ممكن يلعب فيها من الكرة، كرة القدم ولا كيف؟ يجب على التلميذ أو الراجل عدم لعب كرة عند الفريق، احترام إشارات المرور، واللعب بعيدا عن أماكن الطرق وأماكن سير المركبات، وعدم رمي اي شيء ممكن ان يعيق حركه سير المركبات في الطريق. احسنت. تفضل. الشروحات كنا نعطيكم فيهم هذو المشورات مبسطين، اقراوهم وتمعنوهم وشوفوا ترى كيف التوصيات ونصائح فيهم مختلف المخالفات. تفضل يا بنت. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين، باسمي الخاص وباسم جميع العاملين بالمتوسطة الشيخ إبراهيم يان سلوات، نرحب بضيوفنا الكرام على رأسهم الأمن الوطني لدائرة سلوات، الجمعيات على رأسهم الشيخ ناصر. هذه الجلسة حول والله هي حملة تحسيسية حول السلامة المرورية، الموضوع مهم جدا. أرجو أنكم تستمعوا مليح وتكونوا سفراء لغيركم لوالديكم بما تعلمتوه اليوم إن شاء الله، وما نطولش على نحيل الكلمة للشيخ ضابط الشرع. تفضل وقام السيد مدير المؤسسة مشكور. العملية هذه متعلقة بحملة تحسيسية التي تقوم بها والتي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني بمساهمة السلطات المحلية للولاية وكذا أمن دائرة سوات والجمعيات المحلية. هذه العملية تتعلق بحملة تحسيسية حول السلامة، الأسبوع العربي للسلامة المروري. هذا الأسبوع تقوم به جميع الشرطة العربية والتي تقوم به بالأخص الشرطة العربية. يرتكز اساسا على توصيات ونصائح بخصوص السلامه المروريه موجهه بخصوص على السائقين وكذلك لمستعملي الطريق من الراجلين. كما تلاحظون حاليا ومؤخرا في السنوات الاخيره شهدت جميع الدول العربيه حوادث تنامي ظاهره حوادث المرور، ومما نجم عنه ارتفاع في الضحايا سواء من الموتى ولا في الجرحى، حيث بلغ عدد حوادث المرور خلال سنه من 2006 على المستوى الوطني الجزائري، نذكر الجزائر خصوصا، 40,885 حادث، خلفت 60,120 جريح و4,120 قتيل. هذا العدد يعتبر
كما نقولوا حنايا الحاج الكبير يعني مش عدد سهل يعني. رغم هذه الارقام الرهيبه لا يزال مستعمل الطرقات يرتكبون العديد من المخالفات والتجاوزات التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء. سواء مستعمل الطريق بصفته كشخص ماشي المشاة الراجلين او اصحاب المركبات. لذا نقوم احنا باعطاء مجموعه من النصائح والتدابير للسلامه المروريه وهذه تخصص لاصحاب المركبات اولا قبل الانطلاق. دخلنا بعد هذا الذين سنوزع عليكم مشورات ومطبوعات تقراوها انتم واللي عنده مركبه في البيت ولا عنده انت عنده مركبه يعطيها. توصل اليه على بعض النصائح مثلا منها فحص المركبه الفرامل يعني الانسان قبل ما ينطلق بالسياره تاعو يراقب الفرامل تاع السياره. فحص مستوى الزيت والماء، فحص الاضواء والتاكد من سلامتها ونظافتها، تنظيف المرايا العاكسه وزجاج المركبه، التاكد من سلامه العجلات ومستوى الضغط، ضبط وضعيه المقعد كما نقولوا احنا السياج تاعو المقعد يجلس عليه يناسبوا على باش يكون الجلوس تاعو سليم في المركبه، المقعد يطلعوا باش يشوف الطريق وكذلك المرايا تكون دار اسمو تحصل على رخص السياقه يكون درس هذا اسمو قواعد المرور كيفيه السياقه. تفادي المناورات الخطيره، تجنب استعمال الهاتف المنقول اثناء السياقه باش الانسان يكون يسوق ويستعمل الهاتف ويتكلم مع اهله ولا هذه يستعمل في تشتيت انتباه السائق و كيما نقولوا حنايا يمكن يحطوا الخطر ما يكونش الدولة ولا مركز جيدا على الطريق يتابع الهاتف تاعو حتى يرتكب حادث المرور كرام اشارة المرور عدم السير على شريط التوقف هذا الإضطراري شريط هذاك المخصص للطرقات السريعة خصوصا التوقف السريع كاين شريط مخصص للتوقف الإضطراري في الطريق السريع عندكم هنايا كما الطريق الوطني هذا شارع الغرب كاين شريط مخصص للتوقف الاضطراري اذا خاص اصحاب المركبات ولا بيكون مثلا في حاله استعجاليه قادر يكون يجي يسوق يتعرض لضيق ولا كذا كاين شريط مخصص على الجهه اليمنى مخصص للتوقف الاضطراري هذا مخصص لاصحاب السيارات واحد يكون عنده عرض في المركبه تاعه ولا يكون عنده حاله طارئه يتوقف عليه هذا وحنا في الحاله العاديه نتجنب واش نسيرو به تجنب السياقه بأوقات اعتذار المرور التحدي بالحذر أمام الدراجات النارية والاستعداد للتعامل مع أي مناورة مبكرة. ارتداء الخفض والوقي والملابس المناسبة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. هذه جملة من مجموعة من النصائح اللي نقولوها حنايا. حنا خصوصا في النتاج أنا للمؤسسة التربوية. أنني هذا المكان وهذه المتوسطة درست فيها واليوم رجعت ربما بعد 40 عام بعد انا متاثر دمعة راهي هنا حابسه هذا المكان كنا كان يديرنا فيه نشاط العياشي بريدج ربي يطول في عمره الاساتذه الحاج بصحة الله يرحمه انا متاثر جدا النقطة الثانية اللي نحب نتكلم عليها ونحب نطرح السؤال الأول عليكم أنتوما هذا اليوم تاع 8 ماي واش يذكرنا بماذا يذكرنا هذا اليوم هذا التاريخ احداث 8 ماي 45 اللي كانت البداية احداث الشعب الجزائري خرج يطالب بالحرية والاستقلال بعد ما كانت فرنسا تقول عاونوني على النازية وكي نقضيو على النازية نعطيكم الحرية تستقلوا خرج الشعب الجزائري في هذا اليوم خاصة في مدن مصديق وقال وقراطة في مظاهرات سلمية ولكن مع الأسف الشديد أن هذه المظاهرات تحولت إلى مجازر وإلى جريمة ضد الإنسانية مع سبق الإسرار والترصد سي تانكريم كونتر ليمانيتي افيك بريميديتاسيون مع سبق الإسرار والترصد على مدى 6 أيام طائرات العدو كانت تقنبل المدن والقرى ومسحت حتى الى اكسترميني عائلات والقاب من المواطنين الجزائريين. ها
هذا التاريخ تاع الحركه الوطنيه. احنا نحيو هذه الذكرى تاع 8 ماي باش نبقاو نتذكروا التضحيات تاع الشعب الجزائري ونتذكروا المجازر البشعه التي ارتكبتها فرنسا منذ ان وضعت اقدامها النجسه ارض الجزائر الطاهره. الاسبوع العربي ما يخفاش عليكم الجزائر عضو في المنظمه العربيه للسلامه المروريه اللي ممثلة في شخص الاستاذ عيسى قاسمي الذي كذلك هو عضو المكتب التنفيذي للمنظمه. من حوادث مؤلمه ربما الزميل ذكر العدد تاع 2006 كي نقولوا 4000 قتيل. معناها 4000 جنازه. معناها على الاقل 3000 ارمله. معناها ربما 5000 يتيم. وعدد الجرحى بالالاف. معناها هذا الجريح الذي ربما يصبح من ذوي الاعهاد الخاصه من ذوي المعاق فهو عالى على نفسه وعلى اهله وعلى من جمعيات للتفكير في ايجاد الحلول لهذا الهاجس الذي يحصد الارواح يوميا. الحلول رغم الاجراءات الردعيه الممثله في الغرامات الماليه والممثله في 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 حجز السيارات وحجز صراخ السياره، ولكن الحصيله بقيت مرتفعه الا في السنوات الاخيره رغم مع تكثير الحركات التحسيسيه للمصالح الامنيه لمصالح الامن والشرطه بالتنسيق مع الجمعيات لاحظنا انه فيه انخفاض محسوس في عدد الحوادث. الاسباب كما ذكر الزميل هي راجعه بالدرجه الاولى الى سلوكيات الفرد سواء سبب او راجع. اذا تحقق لان العوامل او الاسباب للحوادث هي الانسان المركبه والطريق، ولكن بنسبه 98% هو سائق. لأن المركبة تاعي لبان عن مشكلة إلى سقطها أنا هو محل مسؤول، والطريق اللي كانت فاسدة أنا مطالب باش نمشي بتأني لأن الطريق فاسدة وفيها منعرجات وأنا نمشي بسرعة أنا مسؤول. إذا 98% من حوادث المرور المتسبب فيها هو الإنسان، بمعنى سلوكيات الفرد في الطريق. هناك كذلك التزامات وسلوكيات يجب ان اتحلى بها. اولا المشي على الرصيف. ثانيا احترام اشارات المرور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بداية أرحب بالجمع الكريم الذي يحضر معنا اليوم الحملة التحسيسية المنظمة بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني لفرع بلدية رأس الوادي بمناسبة الأسبوع العربي للسلامة المرورية من 4 إلى 10 ماي 2022. أرحب أيضا بالسادة الحضور أن من اليسار إلى اليمين السيد غربي عبد الكريم رئيس جمعية ورئيس فرع الكفافة الإسلامية لرأس الوادي. السيد بوقاج خالد رئيس جمعية شعاع الأمل لبلدية رأس الوادي. السيد رئيس جمعية متقاعدي الأمن الوطني سابقا السيد زروقي عبد الناصر ورئيس الحالي لجمعية التواصل الرياضي والترفيه. والسادة أعضاء الأمن الوطني لبلدية رأس الوادي أرحب بكم ولنا الشرف d'avoir partagé ce séjour en votre compagnie. الثامن من ماي 1945 من كل سنة. أعطي لي كلمة.
نشكر السيد مدير ثانوية سالم المصريفك على هذا الاستقبال، كذلك بدورنا كممثلين عن الأمن الوطني وفي هذه الذكرى 8 مايو 1945 التي شهدت وقوع العديد من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم الدائمين في طريق التحرر من الاستعمار الفرنسي، نترحم على أرواحهم الطاهرة. دائما وعملا بتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص دائما الحفاظ على سلامة المواطنين من مختلف الأخطار، وبمناسبة الأسبوع العربي للسلامة المرورية التي تنظمه الشرطة العربية التي تعتبر الشرطة الجزائرية بصفتها عضوا مؤسسا بها، الذي يمتد من 4 إلى 10 مايو 2022 المتعلق بالسلامة المرورية. التأينا أثأت المديرية العامة للأمن الوطني بتقديم نصائح وكذا إرشادات بخصوص الحفاظ على السيولة المرورية على الأشخاص والمركبات. تقوم ولا نمثل نحن دائرة رأس الواد بحملة تحسيسية تضم السواق وكذا مستعملي الطريق من الرجلين. ارتأينا كذلك التنقل إلى مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية على مختلف أطوارها لتقديم هذه النصائح. نتفضل الآن بإعطائكم مجموعة من النصائح والإرشادات للحفاظ على السلامة، سلامة الأرواح وكذلك المركبات. كما تعلمون وتعيشون معنا كثير الواقع هذا، السنوات الأخيرة هذه شهدت كما قلنا العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا، العدد الكبير من الضحايا سواء في القتلى أو الجرحى، وهذا دائما رجع إلى العامل البشري. دائما حوادث المرور المرتكب الأول المتسبب فيها الرئيسي هو العامل البشري، دون غض النظر كذلك على حالة المركبة أو الطريق وكذلك الأحوال الجوية أحيانا. نقدم لكم بعض النصائح وهي حاليا في اللحظة هذه متعلقة موجهة لسواق المركبات. نذكر منها مثلا السائق قبل ما يستعمل المركبة تاعو كاين تدابير يحافظ عليها ولا يراقب فيها المركبة تاعو. نذكر منها مثلا فحص المكافح الفرامل، يراقب الليفران تاع المركبة تاعو تاع السيارة هذو قبل ما ينطلق، فحص مستوى الزيت والماء، فحص الأضواء وتأكد من سلامتها ونظافتها، تنظيف المرايا العاكسة وزجاج المركبة، التأكد من سلامة العجلات ومستوى الضغط، ضبط وضعية المقعد لضمان رائحة السائق. هذه نوم كافي من الراحة والنوم خاصة قبل السياقة لمسافات طويلة، الأكل المناسب الذي يساعد على تكوين الطاقة وتفادي التعب، تفادي السياقة إلى الضرورة أثناء الأحوال الجوية السيئة. سبق وذكرنا بلي ثاني كذلك الأحوال الجوية تساهم بقدر والإمكان بسيط في كذلك على التأثير على السائق. إذا كانت الأحوال الجوية ما تسمحش بالسياقة سواء من الضباب ولا معروفين كما نقولوا ولا تكون طريق زلجة ولا هذا، كيتفادى الإنسان باش يسوق في هذه الأحوال. تفادي السياقة إلى الضرورة أثناء الأحوال الجوية قلناها. في حالة السياقة لمسافة طويلة يستحسن الاطلاع على حالة الطرقات وتحديد المسار مسبقا. هذه هضرنا من السائق المركبة يركب المركبة تاعو قبل ما يستعملها. تفادي التجاوز الخطير، يعني الدولة ما يمكنش في حالة يكون في مصر تجاوز ممنوع التجاوز احترام مسافة الأمان، احترام مبدأ الأولوية، تفادي المناورات الخطيرة، تجنب استعمال وهي ذكرى مؤلمة للشعب الجزائري. بدأت بمظاهرات سلمية من أجل المطالبة بالحرية والاستقلال، وانتهت بجريمة بشعة مع سبقة إصرار الترسل.
على مدى 6 أيام من يوم 8 ماي فرنسا ارتكبت أبشع جرائم في حق الشعب الجزائري. كانت تبيد وتقنبل مدن وقرى بأكملها في هذه المثلث سليف كالمخرمة من سليف حتى لسوبراس، كانت تقنبل القنابل مثل الأمطار تتهاطل على القرى. عائلات أبيدت عن آخرها لم نبقى نسمع عليها اليوم. أذكر كذلك أنه كانت تتفنن في التقتيل في شعبة الأخرى في خراطة، كانت تقتاد المواطنين على الشاهد بالشاهينات ولا تكتفي برميهم بالرصاص بل تكبرهم على جسد شعبة الأخرى، تكبرهم بالسنان وتطلق عليهم الرصاص يقع في الواد. هناك ذلك تحضرني قصة لعائلة حمروس بخراطة، اقتادوا الوالد ومعه زوج أولاد تاعو، قالوا الطفل الأول ترمي روحك من الجسر باش تنقذ الوالد تاعك، أرمارو. زادوا قالوا للطفل الثاني ترمي روحك، هذه حقيقة، أرمى روحه باش تنقذ الوالد تاعك. ولكن بعد ما رموا أنفسهم ألقوا الرصاص على الوالد ورماه. الطفل الثالث مع الأسف كان يحارب ضمن الجيش الفرنسي الحرب العالمية الثانية، يحاربون في النازية. لما رجع وجد البيت نتاعو خاوية على عروشها. اليوم إذا نحيي هذه الذكرى المؤلمة ولازم نبقى نحييها. فيه مناظر من مناضلي الحاج المقراني بعد الاستشهاد نتاعو ودفعه إلى كالدنيا الجديدة. إذا اليوم نترحم على جميع الشهداء الجزائر الذين ضحوا بانفسهم من اجل ان نعيش اليوم نحن بحريه وباستقلال. النقطه الثالثه التي نحن اليوم متواجدين بسببها اليوم بينكم هي كما ذكر الزميل المحترم والسيده المديره، هي احياء اليوم الاسبوع العربي للسلامه المروريه. الجزائر في المنظمه العربيه للسلامه المروريه ومبادره هنا من اجل احترام هذا القانون حفاظا على سلامتنا وسلامه ارواحنا. وبدون اطاله اشكركم على حسن الانتباه وأرحي الكلمه الى صديقي وزميلنا رئيس فرع الكشف الاسلامي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفة الإسلامية الجزائرية غنية عن تعريف. بمناسبة اليوم العربي للسلامة المرورية وتزامنا مع أحداث 8 مايو 1945، ارتأى أمن دائرة رأس الواد وبالتنسيق مع الشفة الإسلامية الجزائرية فوج الأمن رأس الواد وجمعية التواصل الرياضي والترفيه وجمعية شعاع الأمل أن تحيي هذا اليوم. يعني الزملاء ما خلونا ما نقولوا باش ما نزيدوا كلمة ولا زوج هذا المكان. بالنسبة لأحداث 1945 في سطيف أول شهيد يسقط في أحداث 1945 هو الشهيد والكشاف سعاد بوزيد، كان عمره 16 سنة. يعني قد هذا هو أول شهيد يسقط في ميدان الشرف وهو سعاد بوزيد.